طيب خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا فندم. اهلا ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله. دكتور نصر، كيف راى حزب صوت مصر تشكيل مجلس امناء الحوار الوطني ال 19 اسم كيفما اطلعنا عليهم؟ والله يوم اختيار موفق، وصراحه يعني الاختيار كان موفق، والحمد لله ان هذا الحوار او ربنا سبحانه وتعالى سبب في اختيار ال 19 اسم اللي نختارهم لهذا الحوار. ولكن انا لي تعليق، يعني الحوار الوطني وليس السياسي. يعني انا بتكلم، يعني كنت يعني اتكلم وحضرتك يعني اسمح لي اتكلم، والله انا ما عملت حاجه ولا انا معاك، فاتفضل يا دكتور. الحوار الوطني وليس الحوار السياسي اللي يعني خطر ليش. احنا اي نعم اي نعم، الحوار الوطني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي مش هنقول، ولكن الحوار الوطني احنا عايزين هي فعلا المصالحه الوطنيه والنقاء من داخل كل السياسيين، سواء المعارضه سواء الموالين سواء الناس، احنا كلنا ابناء مصر وعايزين الوعي. اهم شيء الوعي للشعب المصري وداخل مصر الوعي، وان الحوار ده على سياده الرئيس علشان خاطر يستشير وعشان يبقى في محبه، لا قام من استقرار، لا مع قام من استقرار ولا من استشار. الرئيس عايز يعمل يعني محبه بين كل الفئات وبين الشعب. ولكن انا في حاجه، يعني الصراحه الاعلام الخارجي اللي هو بيدعموا شباب مصر وبيدعموا، وخساره ان يكون شباب مصر، خساره ان يسمي المسلم مصري، يحول الاكاذيب على 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 ما يشوفوش الانجازات اللي حصلت في البلد من بدايه اصلا، لولا الله سبحانه وتعالى ولسخر القياده بما ترعاه من انجازات من بدايه هذه البلد دي. كان البلد دي بصراحه كان ضاعت، لكن الحمد لله حاليا بفضل الله سبحانه وتعالى البلد الان في مجال الصحه، في مجال التعليم، في كل المجالات. احنا نشوف ايه اللي حصل، فتره كبيره جدا في البلد، في الريف المصري انت بتمشي في الطرق، بتمشي في البلاد، بتمشي في المحافظات، بتجد شيء بيتعمل جديد، شيء اصلا حديث، حاجه اصلا عمر ما كناش نتوقعها يحصل هذا في الريف، في كل شيء والله. ولكن احنا عايزين برضه الحوار يكون، عايزين الوعي للشعب المصري، ايه الانجازات بتاعت القياده وايه انجازات البلد حاليا. والله يا دكتور، انا مش هختلف. الملعونين اصلا، سيبنا من ملاعين الاخوان يا دكتور، دول ما لهمش وزن. العالم كله، والله يا دكتور العالم كله هقول لك، احنا عايزين برضه نوعي ويكون لنا برضه كل في داخل مصر وخارج مصر يا دكتور نصر. ايوه يا فندم اتفضل. يا دكتور نصر، انا شوف، سيبنا بقى من ملاعين الاخوان دول، عشان دول هم لا وزن لهم ولا حساب، دول هيموتوا ويحضروا في هذا الحوار ولو بربع بني ادم، وفي النهايه كل اللي تلوثت ايده بالدم بالنيه حتى احنا مش عاوزينه. لكن اللي عايز اقوله ايه يا دكتور، هي انه الحوار الوطني لا يختلف عن كونه حوار سياسي، وحضرتك سيدي العارفين السياسه هي في كل حاجه موجوده في حياتنا. لو صحينا الصبح واحنا مبتسمين قلنا صباح الفل، ده معناها ان السياسه ناجحه. لو صحينا الصبح وحد مكشر، ده معناها ان في شيء ما مش مظبوط. مساله انه الناس تبقى شايفه الانجاز، انا هقول لحضرتك حاجه، انا واحد من الناس من اكتر المناصرين باستماته للرئيس. الحوار مش مجاله ان احنا بنقول للناس يا جماعه الدوله عملت وعملت وعملت وعملت. الحوار مجاله هو تعالوا مع بعض نقعد نناقش ما بين المعارضة والموالاة، شايفين اللي بيجرى، فهم يقولوا احنا كان ممكن نعملها احسن من كده مثلا، وده حقهم، وحضرتك رجل رئيس حزب وسياسي ففهم الكلام ده اكتر مني، ده احنا ممكن نعملها احسن. حتى يعني انا دايما اقعد اقول ايه، بالمناسبة المعارضة لما تيجي تقول هنعملها احسن او كنا نعرف نعملها احسن، نسأل احنا سؤال، ازاي نسأل، كلنا نسأل هنا، مش معناه ان انا موالاة ولا انا معارضة، انا لا هوصف نفسي بكده ولا هوصف نفسي بكده، انا اوصف نفسي بان انا مذيع صحفي، فانا اقول ايه، طب ازاي تيجي الموالاة تقول لنا
على فكرة هي ما كانش ينفع تيجي غير كده. فنقول لهم طب ليه؟ دي ده على سبيل المثال. على سبيل مثال آخر نشوف والله ترتيب الأجندات، يا ترى هل ترى في الأجندة الاقتصادية أيهما أولى بالعمل عليه بشكل أكثر كثافة؟ الموالاة تقول كذا، المعارضة تقول كذا. ده على سبيل المثال ترتيب أجندة الدوائر الحيوية والعمل السياسي الإقليمي والدولي وما إلى ذلك. الموالاة تقول إحنا شايفين كذا، فالمعارضة تقول بس ينفع كذا، عشان نوصل في الآخر خالص لمشتركات. لهذا هو حوار ديالوج قائم ما بين، عمري ما هسميهم طرفين، قائم ما بين قطبين العمل السياسي في المجتمع.